خديجة بوسلهام رئيسة جمعية رتاج الخير للرأفة والتضامن. اليوم جمعية رتاج الخير كتنظم امتحان ديال متبريات ورشة كيك ديزاين اللي في دورتها الأولى لسنة 2020-2021. هاد الورشة اللي كتضم 21 متبرية تم امتحان ديالهم اليوم في المدرسة الفندقية اللي كيصر عليها حكام ديال المدرسة الفندقية اللي دازوا في ظروف جيدة ونزيهة. بهاد المناسبة كنشكر المدير ديال المدرسة الفندقية اللي فتح لنا الباب ديالو ودعمنا هو والأطر المساعدين ديالو. كنشكروا أعضاء الجمعية رتاج الخير اللي ساهمت في إنجاح هاد الورشة. هاد المتبريات اللي مشاركين اليوم في هاد المباراة ديال الفن كيك ديزاين، الجمعية رتاج الخير لأول مرة كتفتح الأبواب ديالها بهاد النوع من الحرف بالنسبة للنساء جميع الفئات. كنقولوا لهم يعني جميع النساء انهم يجيو للجمعيه وينخرطوا ويشوفوا اشنو كاين بزاف ديال الحرف لان يمكن المراه تنضم ليها. وكنتمنوا ان شاء الله هاد الهدف من هاد الورشه هو انه تخرج ديك المراه تخرج بحرفه مستقله بذاتها، تكون عندها صريغ ديالها، يكون يعني حرفه تكون ناضره في الخبز. اللي كاين هو انه الجمعيه سهرات على هاد 21 متبريه مده سنه. اليوم ملي كيدوز الامتحان ديالهم غيكون تحت اشراف لجنه الحكام اللي غيكونوا ديغيستاسيون ديال الكاطو، ومن بعد غيعطيهم النقطه اللي غادي يستحقوا. كيتم توزيع الشواهد ديالهم. الميزه ديال النقطه كتعطيها الجمعيه حيت السنه كامله وحنا هما اللي كيسهروا على الشفخه، ولا مشكوره بهذه المناسبه اللي كتسهر على هذه الورشه. وكنتمنى التوفيق ونجاح لهاد المتبريات اللي الان كيدوزوا في الاختبار ديال الفان كيك ديزاين. وعليكم السلام. معك منال لمطي، عضوة بجمعية رتاج الخير. هاد الجمعية اللي خولت لنا بزاف ديال الفرص وتعلمنا منها بزاف ديال الحوايج. ما كنساوش كنشكروها بزاف من هاد المنبر، كنقولوا لها شكرا بزاف حيت في مجال كيك ديزاين كنا في الصراحة كنا ما تنعرفوش بزاف ديال الحوايج، وما عندناش دراية بزاف ديال لا بلو كيك لا بلو بيسكوي لا بلو مونتاج لا حتى شي حاجه. كانت عندنا تجربه كبيره وتعلمنا منها الحمد لله بزاف ديال الحوايج، وكنشكروا بزاف الشيف خوله. الحمد لله هذه النتيجه. الجروب ديالنا سميتو بعدا جروب التفاؤل، ومن هاد السميه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هاد الفكره ديال هاد لو كيك كنا اتفقنا عليها كاملين مع العضوات اللي عندنا اللي معنا في المجموعه. هذا قرار مشترك، كل وحده فينا عطات الفكره ديالها. لا لا لا، هذا جروب كنتعاونوا فيه، كنتقاسموا الافكار، والحمد لله الافكار ديالنا كلهم كل وحده كناخذوا الفكره ديالها وكندرسوها وكنشوفوا الاحسن حاجه اللي كلشي متفق عليها، وهي اللي الحمد لله كنديروا في لو كادو. بالنسبه للمكونات اللي كتضافوا اللي كتكون الاولويات ديال الكيك، الفكره اللي مشيتي بالنسبه لو كيك، هذا لو كيك كيكون سو فورم البروميير بارتي كتكون فيها لا جينواز، هو ان مولي كيك ديال لا فاني، كيكونوا بيان سور دي غاناش مونتي على حسب لو غو اللي كنتفقوا عليه حنا في هذا لو غروب. اكزاكتومون، حنا في هذا لو غروب كنا اتفقنا على غاناش مونتي شوكولا نوار وغاناش مونتي كاراميل. هاد لي دو غو اللي شفناهم حنايا بحكم التجارب اللي درنا بزاف، شفنا ان هاد لو غو هاد لي دو غو كيتوالموا، وبار لا سويت كتكون اوتوماتيكمون واحد لا بارتي في لو كيك اللي سميتها لو كروستيون. هادي كتكون واحد القرمشه اللي كتعطي واحد الاضافه للو كيك باش يزيد كتكون اباز دو نوازيت. التجارب اللي تعلمتوهم اكزاكتومون في هاد الورشه. شكرا جزيلا، نتلاقاو بكم ان شاء الله. العمل اللي تكونوا كتستحقوه ان شاء الله، كنشوفوا العمل والابداع تستحقوا انكم تكونوا ان شاء الله. ميرسي بوكو لهلا يخطيك. شكرا، بارك الله فيك. مفاجأة يعني الكيك اللي كديرو سبيسيال اللي كنت
كنشوف الناس كبار زوطين 5 ادوار مشكورين على هذه المجهودات اللي كديروا. بارك الله فيك الله يرحم والديك. غنسولك كيفاش كتقسموا المهام نتوما كمجموعه؟ اول حاجه حنا نبداو من الايطاب الاولى اللي هي اختيار الفكره. اخترنا فكره ان غروب، كان كل واحد كيعطي فكره وكنحاولوا نجمعوا داكشي اللي هذه الفكره هذه وفكره هذه وكنجمعوها حتى حصلنا على هذا الكيك هذا كامل. والحمد لله حنايا كمتدربين في جمعية ريتاج الخير تحت إشراف الشيف خاولة خرجنا قدرنا خرجوا بهذا التحفة ونسميها التحفة. كيف جاتكم فكرة أنكم ديروا بهذا الشكل؟ وجدناهم. احنا بما اننا نحن متدربين كما قلت لك في جمعيه ريتاج الخير جاتنا فكره اننا نعملوا متدربين وتعطونا هذه ليماج سبيسيال و طبعا شويه الابداع وشويه الفنيه او بيان سيغ طبعا طبعا كيكون عنده دور كبير. بلا ابداع ما يمكنلكش تخرج شي حاجه ليا واو. المهم تكون محسن ان شاء الله يا ربي نطلب الله خير. كما قلت لك احنا علاش فكرنا هذه، احنا كندربوا احنا كنتعلموا في الجمعيه وقلنا شنو هو الفكره اللي غتجي شنو هو التيم اللي غنخدموا عليه. اخترنا بزاف ديال التيم مي جينا نخدموا تحت الشعار ديال الجمعيه وقلنا علاش لا ما نعملوش ورشه الكيك ديزاين في التيم، يعني نختاروا ديزاين بالكيك ديزاين تيم بالكيك ديزاين وخرجنا هذه. بالنسبه للمهام كيفاش كتفرقوا باش تقدروا تكونوا مهام؟ بالنسبه للمهام ديك الشيء كيجي سبونتاني زعما ماشي اي واحد. دابا مثلا هذه انا كنصاوب هذه هي اقترحنا عليها هذه اللي كتصاوب هادشي. شي واحد كيغلف ثاني لا باتاسيو خايص اي صوبه غيقادها، يعني ما كاينش شي واحد زعما ما لقيناش صعوبه في هذا في تفريق المهام. ان شاء الله علاش لا. لا هي اعطيني صريح. بيان سيغ الحاجه اللي تقدر تطلع لك الكيك هما لي ماتيريال. خصو يكون عندك دي ماتيريال اللي غتخدم بهم ويطلعوا لك دي كيك اللي هما بيان فيني وصوره واضحه وحتى المذاق يكون مذاق زوين. ما شاء الله عليكم. بارك الله فيك. الحمد لله. هذا هو اشهار لكم. بارك الله فيك. شكرا شكرا. ان شاء الله. أماكن كتستاهلوا إن شاء الله. بارك الله فيك. هذه الخدمة اللي كتخدموا كتبقى سبيسيال على الناس اللي كيكون عندهم تجارب كبيرة هما كيقدروا يصيبوا هذا الكيك. بدون ذكر الأسماء مشكورين على هذه المجهودات اللي كديروا. إن شاء الله نتمنى أننا نصور معكم من بعد إن شاء الله. إن شاء الله في الورشة ديالنا إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. شكرا. انا فتيحة العيوش شاد في هذه الجمعيه ديال ريتاج الخير، يعني كهاويه كنبغي شي حاجه لوليداتي العائله ديالي المناسبات باش نكون عند حسن الظن. نتمنى نكون عند حسن الظن الجمعيه. جاتكم الفكره ديال الديزاين ديال الكيك؟ نورمالمون هاد السنوات الاخيره يعني كتشوف كيك ديزاين، يعني واخا كتعرف شي حاجه كتمشي للديزاين خاصك تعرف شي حاجه. قلنا تحت تاكلوا على النار. واش غير وحده فيكم اللي خطات الفكره ديال الكيك ولا نتوما كمجموعه؟ لا حنا كمجموعه جروب. عطات الفكره ديالها كيف؟ كل وحده عطات الفكره ديالها. هنا هذا الشكل هذا. هي هذا الشكل يعني بسيط ديال المناسبات. الشكل راه حنا كنشوفوه مزيان. المذاق يكون خير ان شاء الله. يكون خير. ان شاء الله نتمنى يكون خير. ان شاء الله.
مدوا لنا يد المساعده عطاونا هذه الفرصه باش نكونوا اليوم وسط منهم. كما كنشكر الجمعيه رتاج الخير للرأفة والتضامن على الراس ديالها السيده الرئيسه خديجه بوسلهام، وكنبغي نشكر جميع الاخوات ديال المكتب اللي ساهرين الانجاح جميع الورشات اللي عندنا. وكنتمنى التوفيق للمتدرب البنات، ونتمنى لهم النجاح والمزيد من التفوق والنجاح باذن الله. شكرا شكرا للخاص ديال التخصصات اللي متابعين لوزاره التربيه الوطنيه اليوم في اطار التعاون مع جمعيه المجتمع المدني بنون نسوة تصفيقة حرارة المرأة المغربية. حتى واحد ما يقدر يهضر اليوم، المرأة هي كل شيء، هادوي هاك دي الدوي هادوي. إذا كلمة خديجة بوسلهام في إطار تنظيم هذا اليوم الفني بامتياز. لالا خديجة لك الكلمة. أجي حدايا أجي حدايا أجي الوسط أنا ما نخليش. في البداية كنشكر الحضور على الدعم ديالكم والمجيء ديالكم لهذا المعهد الفندق اللي تبارك الله على اللي كنحضروا ليه دابا بهذا المستوى الرائع. كنشكر المدير ديال المعهد، كنشكر الإخوان سي محمد معروف، كنشكر الحكام الصاهرين على هذا الورشه ديال فان كيك ديزاين. في الحقيقة هذا قيمة المضافة اللي عطيتونا الجمعية جميعا، كنشكركم. كدوز في ظروف جد نزيهة وجيدة، كنتمنى التوفيق والنجاح للمتبريات لورشة فان كيك ديزاين. الاختبار ديالهم ان شاء الله غيكون عن طريق الحكام الساهرين على هاد الورشة. وشكرا للجميع، شكرا للسلسلة المعروفة. شكرا لك خديجة بوسلهام رئيسة جمعية رتاج الخير للأعمال الخيرية والتضامن. إذا غادي نخدم لكم على سبق لي شهر الليل، معنا أعضاء لجنة التحكيم سي رضا كريم. رضا كريم فهو أحد الأطر المغربية المعروفة على الساحة الوطنية خصوصا على مستوى جهة الدار البيضاء، صطات فيما يخص مجال الحلويات. سوديجن باقي صغار ولكن تبارك الله عنده واحد الخبرة كبيرة في مجال الحلويات. سي رضا هو خريج إحدى المؤسسات المتوجهة على الصعيد الوطني، ويمثل هو أمباسادور يعني ممثل المغرب في مجال الحلويات. تصفيقات حرة على سيرة الأكاديمية. ثاني عضو من أعضاء لجنة الميكروبات هذيك اللي مسألة. ثاني عضو من أعضاء لجنة التحكيم معايا اليوم غتصدقوا لي بحرارة لأن بطل إفريقيا في مجال الحلويات، ممثل المغرب في بطولة العالم، ماشي سهلة، سي كريم أحراو. ومعنا قيدوم في مجال الحلويات، غتصلع الراس هذا، غتصلع الراس هذا، سي حسن بوخطره. حسن بوخطره من الاطر المغربيه المعروفه على الساحه الوطنيه، فاز بمجموعه من الجوائز على الصعيد الوطني. هذا من غير المرتبه الاولى ما تيبغيش، ما يبغي لا الثانيه لا الثالثه. هذا مريض هذا، وهذا استاذ عبد الله داخل المعهد، ما كاينش مشكل صعيد في الصوت. ماشي مشكل في الصوت. إذا سي حسن بوخطرة ربما أنه ماشي ربما أكيد أنه أستاذ باقي مع السي عبد الله محمد. إلا ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.